اهلا بكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده هنكمل كلامنا عن روجليتور 7805. اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا، هسيب لكم الرابط بتاعهم في الديسكريبشن وهيظهروا معاكم في اخر الفيديو. اتكلمنا عن طريقه استخدام 7805، والفيديو اللي بعده اتكلمنا عن ازاي نطلع من الروجليتور 7805 فولتات متعدده. ولكن كنا وقفنا عند نقطة أو سؤال سألناه في الفيديو اللي فات، إزاي نطلع فولت أقل من الخمسة؟ إحنا طلعنا فولتات أعلى من الخمسة، ولكن سألنا سؤال إزاي نطلع فولت أقل من الخمسة، 4 3 2 1 وممكن 0. هنشوف النهاردة ازاي نطلع من الرجليتور 7805 فولت اقل من الخمسة. قلنا الرجليتور هنا ان اوت، وهنا الارضي بيطلع 5 فولت. بنزود الفولت هنا بيزيد هنا فرق 5 فولت، يعني لو هنا 5 هنا بيطلع معانا 10. خلاص دي عرفناها. طيب عشان نطلع فولت اقل من الخمسة، فرق جهد اقل من الخمسة على الاوت بوت، هنعمل ايه هنا؟ احنا لما بيكون صفر بيبقى 5. طيب منطقيا لو هنا -5 نتوقع هنا هيكون كام؟ فرق جهد 5، يبقى هنا هيكون صفر. وبالتالي احنا لو ادينا الرجل الوسطى فولتات بالسالب، هنا هيطلع معانا الفولت. نزود على السالب اللي هنديه للرجل الوسطى، هنزود 5، يبقى لو 5 هتكون المحصلة هنا 0، لو هنا -4 المحصلة هنا هتكون 1 فولت، وهكذا. الفكرة أعتقد واضحة، ولكن هي الموضوع في صعوبة الحصول على باور سبلاي في سالب. احنا عندنا دلوقتي باور سبلاي هنديله 9 موجب للرجوليتور، 9 فولت موجب، وهنا معانا السالب هنتحكم في الفولت بتاعه بالبوتشوميتر او المقاومة المتغير زي ما قلنا. هنديله -1 لغاية -5، وهنشوف الفولتات اللي هتطلع معانا في الاوت بوت هتكون كام. طبعا لما نطلع من الرجليتور ده اقل من الخمسة، لازم نراعي الان بوت. الان بوت لازم يكون فولت لا يزيد عن 5 فولت عن الخارج. ليه بنقول كده؟ عشان في حاجة اسمها الباور ديسيبيشن، او الحرارة او الطاقة المبددة من الرجليتور. الحرارة او الطاقة المبددة او الباور ديسيبيشن بتاع الرجليتور بتتحكم فيه حاجتين: الفرق ما بين الفولت اللي داخل والفولت اللي خارج. يعني مثلا لو عندنا رجليتور ادينا له 20 فولت وعايزين منه 3 فولت بالطريقه بتاعتنا، بعد ما هنقدر نتحكم في الخمسه وهنقلل عن الخمسه 3 فولت، والحمل نص امبير او 500 ملي امبير. خلاص عايزين نحسب الباور بتاعه. الباور هيساوي الفي ان ناقص الفي اوت في التيار تساوي الوات. طب عندنا الفي ان 20 ناقص 3 في اوت، ماشي، في نص، ده هيكون هنا الفرق 17 في النص، نص اللي هو الحمل الامبير، نص امبير تساوي 8.5 واط. طبعا دي قيمة باور كبيرة جدا، وبتكون معاها حرارة كبيرة، فما ينفعش. علشان نقدر نحافظ على الرجليتور بتاعنا عند نفس اللود او نفس الحمل، نعمل ايه؟ هنقلل الفولت اللي داخل. يعني مثلا لو احنا عايزين 3 فولت ممكن نديله 6 فولت ناقص الـ3 اللي احنا عايزينها في الاوت بوت في نص واط تساوي كام؟ هنا فرق 3 في نص تساوي 1.5 واط. طبعا دي الواط هنا 1.5، قيمة معقولة جدا ومش هيكون معاها سخونة، وهنحافظ على الرجليتور بتاعنا. ده الأساس في درجة حرارة أي رجليتور، فرق الجهد ما بين الانبوت والاوت بوت والامبير الحمل. بس لو راعينا الكلام ده، لو خدنا 1 فولت، نص فولت، 2 فولت، كده هيبقى الرجليتور بتاعنا في أمان إنه ما يتحرقش أو يكون فيه طاقة مبددة كبيرة.
طيب عايزين دلوقتي نشوف العملي، هندي الرجل الوسطى فولت بالسالب وهنشوف اللي هيطلع هيبقى كام. كده الريجوليتور معانا، هنا الموجب وهنا الاوتبوت، وهنبقى في هنا المقاومة معانا هتاخد برضو الموجب ده ما فيهوش اي تغيير، واللي في النص الادجستبل هيتحط مع الرجل الوسطى تمام. وعندنا الباور سبلاي، انا عندي هنا الموجب هيبقى 9 فولت، طبعا هيبقى 9 فولت عشان زي ما بنقول الباور ديسيبيشن او الطاقة المبددة تكون قليلة، لان احنا هناخد فولتات اقل من 5، هنشتغل دلوقتي على الاقل من 5، فلازم نديله فولت معقول ما يكونش زيادة قوي. وعندنا الارضي بتاع الباور سبلاي، خليه هنا عشان نشغل بيه اللود اهو، وادي الافوميتر. وعندنا السالب 9، سالب 9 هنوصله، بدل ما كنا موصلين الرجل الثالثة من المقاومة المتغيرة كنا موصلينه المرة اللي فاتت بالأرضي، المرة دي هنوصله بسالب 9 عشان نقدر من البوتشومتر أو المقاومة المتغيرة نقدر نطلع في النص هنا فولتات بالسالب، وبالتالي نقدر نقلل الأوت بوت عن 5 فولت. كده توصيلاتنا كملت. معانا اللود، اللود هنوصله بالأرضي وبالأوت بوت، ومعانا الأفوميتر هنقيس الأوت بوت وهنوصله بالأرضي، يعني يعتبر كده الطرفين بتوع اللمبة خلاص. طيب كده توصيلاتنا كلها جاهزة، نشغل الأفوميتر ونوصل الباور سبلاي. احنا كده عندنا 5 فولت، كده يبقى احنا متوقعين ان الرجل الوسطى واخده 0 او واخده الارض، ممكن نقيسها. ده الاوت بوت، هنشيل من الاوت بوت ونوصلها بالرجل اللي في النص، زي ما انتوا شايفين واخده 0 فولت او واخده كده الارضي. ده سبب ان الاوت بوت 5، لان احنا عارفين لما بنوصل الرجل الوسطى بالارضي او الصفر بيبقى الاوت بوت 5 فولت. طيب عندنا دلوقتي 5 فولت، هنحاول بقى نقلل عن ال5 فولت. هقلل الإضاءة شوية عشان نشوف إضاءة اللمبة، كده طافيين الإضاءة خالص وواضحة اللمبة معانا. هنقلل ونشوف الأفوميتر واضح أهو، هنقلل عن 4 فولت، هنقلل تاني. ملاحظين إضاءة اللمبة يا جماعة عند 2.5 فولت تقريبا، يعني مش منور، 2.5 فولت، 1.5 فولت تقريبا طفت اللمبة خلاص. نشوف الدروب فولتج، 1.8، 1.6، 2.6 فولت، طبعا حاجة معقولة. عايزين نوصل للصفر، كده وصلنا للصفر، يبقى قدرنا ناخد من القطعة دي. وطبعا الباور ديسيبيشن او التبديد الحراري معقول جدا، لان احنا مدين له 9 فولت، مفيش اي حرارة خالص، 40 مثلا درجة حرارة الريجوليتور، كويس جدا. هنبدأ نزود دلوقتي من تاني عن الصفر، 1 فولت، 2 فولت، 3 فولت، ابتدت اللمبة تنور اهو معانا. خمسة فولت، طبعا نقدر نزود بس احنا هنوقف عند ال5 فولت. كده 5 فولت. طيب أرجو يكون الموضوع واضح يا جماعة. طبعا استخدامات التوصيلة دي مش هتكون عشان نعمل باور سبلاي من 0 ل 20 فولت مثلا أو الكلام ده، لأن احنا عارفين إن الريجليتور ال 7805 ما بيتحملش أكتر من 1 أمبير، وإحنا قلنا قبل كده إن ده لا يفضل استخدامه في مثلا شحن موبايل في أي لود بيسحب أكتر من 500 مللي، عشان بسبب السخونة والفاقد في الطاقة وفي الحرارة. إنما بنستخدمه في تثبيت الفولت لأي حاجة، أي دايرة إلكترونية عايزين نشغلها.
لو احنا دلوقتي ما عندناش اقل ريجوليتور اقل من 7805 نقدر نتصرف دلوقتي ونقدر نعمل فولتج ديفايدر ونقدر نشغله 3 و3 من عشرة مثلا لاي دايره بروسيسور او مايكرو كنترولر، ونقدر نتحكم في الفولت براحتنا بمعانا قطعه واحده بس، ونقدر نطلع منها الفولتات اللي احنا عايزينها. الهدف ما كانش استخدامه زي ما بنقول في باور سبلاي او في اي احمال، الهدف ان احنا لو عندنا ريجوليتور قطعه واحده 7805 نقدر نتصرف ونطلع منها فولتات كتيره، حتى اللي مش هيستخدمها معلومه عرفها. ونتمنى نكون افدناكم بثلاث فيديوهات للريجوليتور. اللي استفاد من الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناه لو اول مره يشوفنا، وتفعيل الجرس عشان تجيلك كل الاشعارات بفيديوهاتنا الجديده، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام.